السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناة تك اب سكيل. فيديو اليوم راح نحكي عن خطوات بتحل مشكلة بتواجه كثير من الناس، واللي هي تعذر بدء التطبيق مع رقم الخطأ. هاي المشكلة اغلب الاحيان بتصير مع الالعاب. يلا نشوف. الخطوة الاولى راح نروح على لوحة التحكم ونختار البرامج. راح نختار خيار Turn Windows Features On or Off، اللي هي بتشغيل ميزات ويندوز او ايقافه. راح نفعل خيارين .NET Framework ونختار اوكي، بعدين نختار Let Windows Update Download Files for You. الخطوة الثانية راح نفتح المستكشف ونروح على قرص سين، وبعدين ويندوز، وبعدين سيستم 32، ونبحث عن ملف xumbo1-3.dll، نحذف الملف. كمان راح نبدأ من مجلد ويندوز ونروح على مجلد syswow64، نبحث عن نفس الملف ونحذفه. الخطوة الثالثة راح نحمل ونثبت برنامج DirectX. راح نفتح المتصفح ونبحث عن DirectX، ونختار أول رابط وننزل لتحت، نختار اللغة ونضغط داونلود، نفتح الملف اللي تحمل ونثبت البرنامج. وهيك بس خلص تثبيت البرنامج، بنجرب نشغل اللعبة، وهيك ان شاء الله بكون حلت المشكلة. بتمنى انه الفيديو كان مسلي ومفيد. لا تنسى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك، وتقدر تشترك في القناة من هون، وحساباتي في السوشيال ميديا بتلاقيها بوصف الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.